Arterial Blood Gases (ABG). Arterial Blood Gases أو تحليل غازات الدم الشرياني abbreviated as EBG. في الفيديو ده كل التفاصيل عن تحليل الـ EBG سواء الـ Description، الـ Indication، الـ Measurement وكمان الـ Interpretation هنتكلم عليها بالتفصيل. الـ Blood Gas Analysis له استخدامين مهمين. رقم واحد Evaluate Respiratory Function من خلال معرفة وقياس الـ Oxygenation and Ventilation Status. رقم اتنين Provide a Measure for Determining Acid Base Balance ومن خلالها بنعرف مستوى الحموضة والقلوية في الدم. To maintain normal acid base balance, the respiratory, renal and cardiovascular system are integrated. بمعنى كل الأجهزة دي بتساعد في ضبط الأسيد بيز بالانس. لذلك أي أمراض أو disorder في respiratory أو renal أو cardiovascular system أو metabolic disorder بتؤدي إلى abnormalities في الأسيد بيز بالانس. وبالتالي بتسبب abnormal blood gas finding. بمعنى انها طالما هي اللي بتظبط البلاد جازز اي مشكله بتحصل في الاورجنز دي على طول بيحصل لخبطه او ابنورماليتيز في البلاد جازز. بارامتر يوزد تو ايفالويت الاي بي جي يوجد اربع عناصر اساسيين ميجرد اون روتين بلاد جاز اناليسيس. الاربع عناصر دول بيدونا معلومات مهمه عن غازات الدم وكمان الاسيد بيز بالانس. اول عنصر وهو البي اتش، البي بتبقى سمول والاتش كابيتال لان البي دي عباره عن نيجاتيف لوجاريت اوف هيدروجين ايون. البي اتش عباره عن ا ميجر اوف ذا اسيديتي اوف ذا بلاد. العنصر الثاني هو البي او 2 او البارشال بريشر او تنشن اوف اوكسجين، من خلاله بنعرف ذا اماونت اوف اوكسجين ديسولفد ان ذا بلاد. العنصر الثالث وهو البي سي او 2 او البارشال بريشر or tension of carbon dioxide. It indicates amount of gaseous CO2 dissolved in the blood. والبارشال carbon dioxide tension بنستخدمه كindicator for respiratory component of acid-base disturbance. بمعنى ان اي تغير في البارشال carbon dioxide يدل على ان في مشكلة في respiratory system واللي بتؤدي للacid-base disorder. العنصر الرابع وهو HCO3 او concentration of bicarbonate in the blood. It indicates metabolic component of acid-base balance disturbance. بمعنى ان اي تغير في البيكربونات يدل على ان المشكلة بتبقى metabolic واللي بتؤدي الى acid-base disorders. Information obtained from an EBG. ما هي المعلومات المهمة اللي بنحصل عليها بعد عمل تحليل EBG؟ رقم واحد بنعرف كل المعلومات عن acid-base status. وبنفرق ما بين الأنواع المختلفة من الأسيد بيز ديس أوردر. رقم 2 الأكسجينيشن أو كمية الأكسجين الموجودة في الجسم سواء الديسولفد أكسجين اللي احنا بنسميه البارشل أكسجين تنشن. كمان بنعرف الساتوريشن أوف هيموجلوبين أو مدى تشبع الهيموجلوبين بالأكسجين. رقم 3 الكربون دايكسايد إليمينيشن، بنعرف كمية الكربون دايكسايد اللي بتخرجها اللنج أثناء التنفس أو بتحجزها لو في مشكلة في عملية الريسبيريشن. رقم 4 Level of Carboxy Hemoglobin and Met Hemoglobin وهي الأنواع الأخرى من الهيموجلوبين بالإضافة للأوكسي هيموجلوبين. يوجد كاربوكسي هيموجلوبين والميت هيموجلوبين. الميجرمنت اوف اي بي جي بارامترز، عشان نقيس الاي بي جي أو غازات الدم بنستخدم جهاز بنسميه البلاد جاز أناليزر. هو من اسمه بلاد جهاز أناليزر معناه ان هو بيقيس كل الجازز الموجودة في عينة البلد، وهو جهاز متخصص بيعمل Direct Measurement of pH Partial Oxygen Tension and Partial Carbon Dioxide Tension بواسطة Specific Electrode for each Parameter. كمان جهاز البلد جهاز أناليزر بيعمل Measurement للبايكربونيت من خلال ان هو بيعمل لها Calculation based on the relation between pH and partial carbon dioxide tension. وكمان الجهاز بيقدر يحسب مجموعة أخرى من العناصر المساعدة اللي بتستخدم في الـ interpretation of EBG زي الـ oxygen saturation والـ base excess. Normal values of basic parameters of EBG. أول حاجة الـ pH normal value بتبقى من 7.35 إلى 7.45 والمتوسط بيبقى 7.4. البارشال كربون دايوكسيد تنشن
normal value بتبقى من 35 ل 45، البارشال اوكسجين تنشن بيبقى من 80 ل 100، البايكربونات بتبقى من 22 ل 26 والمتوسط 24، الاكسجين ساتوريشن بيبقى من 95 ل 100%. Indication of EBG، أهمية تحليل غازات الدم الشريان. رقم واحد، to determine the presence and type of acid-base imbalance، ودي أكبر أهمية لتحليل الـ EBG وهو تقييم الحموضة والقلوية في الدم. رقم اثنين، to check for severe breathing problem and lung diseases، من خلال معرفة كمية الأكسجين في الدم بنعرف مدى كفاءة التنفس وكمان سلامة الرئتين، عشان كده بنقدر نكتشف أي بروبلم موجودة في البريسنج أو أي ديزيز موجود في اللانجز. رقم 3، assessment of the response to therapeutic intervention such as mechanical ventilator، ده بيتم في العناية المركزة للمرضى اللي بيتم تركيب جهاز تنفس صناعي ليهم لوجود مشاكل في التنفس أو في حالة الكومة أو الإغماء. فتحليل الـ EBG بيدينا فكرة هل جهاز التنفس الصناعي كافي في إيصال كمية مظبوطة أو مناسبة من الأكسجين في الحالات المرضية المختلفة. وبالتالي تحليل غازات الدم أو الـ EBG من الحاجات المهمة جدا، واللي دايما بتتم داخل المستشفيات وفي العناية المركزة. Sampling method of collecting and handling sample for blood gas analysis، تجميع العينة المناسبة لتحليل الـ EBG مهم جدا، لأن أي مخالفة لتعليمات التجميع بتؤدي إلى فساد العينة وطبعا النتائج بتكون غير دقيقة. أول نقطة في الاحتياطات اللي بناخدها أثناء تحليل الـ EBG وهي الـ blood is collected in preheparinized syringe، والكاباستي of syringe بتبقى حوالي 3 ملي متر، لأن استخدام أي ساعات أخرى أصغر أو أكبر من 3 ملي بتؤدي لوجود مشاكل في عينة الدم وبالتالي بتأثر على نتيجة الـ EBG. وفي أنواع مخصوصة تسمى الـ EBG syringes، ودي بتبقى سرنجات متخصصة منها الزجاج ومنها البلاستيك زي الموجودة في الصورة، بيكون لها غطاء إضافي للنيدل، وكمان لما بنشيل النيدل بيبقى فيه غطاء إضافي آخر بنقفل بيه السرنجة للحفاظ على العينة من الاختلاط بالهواء، عشان كده هي سرنجة مخصوص بيبقى لها غطيين زيادة عن أي سرنجة عادية عشان نحافظ على عينة الدم. النقطة الثانية من الاحتياطات اللي بناخدها ان احنا بنستخدم الهيبارين as anticoagulant، لان طبعا بنستخدم عينة الwhole blood، علشان كده بنعمل flush of syringe by heparin، بمعنى بنسحب نص ملي من الهيبارين سائل اللي تركيزه 1/1000، وبعد كده بنفض السرنجة من الهيبارين، وكمية الهيبارين اللي بتفضل على جدار السرنجة من الداخل وكمان في المنطقة الميتة اللي بنسميها dead space بتكفي لمنع التجلط ل 3 ملي من الدم. أهم شيء don't leave excess heparin in the syringe، لأن وجود كمية كبيرة من الهيبارين بتغير الـ pH للعينة، لأن الهيبارين as a solution is acidic and will falsely lower the pH، عشان كده لازم يكون التركيز مظبوط وكمان كمية الهيبارين داخل السرنجة مظبوط كويس جدا. The arterial blood can be obtained from the radial أو البريكيال أو الفيمورال أرتري، والموجود في الصورة ده عبارة عن الراديال أرتري واللي بيبقى بعيد عن أي important organ، وبنقدر نحس البلس سهل جدا قبل ما بناخد العينة. أول شيء بعد ما بنحدد مكان تجميع العينة هو إن احنا بنعمل cleanse the arterial site carefully with antiseptic زي الألكول أو الأيدي، ويفضل استخدام السمول جوج نيدل، بمعنى ان احنا بنفضل السن الرفيع عشان نجمع عينة الارتيريال بلود، عشان يبقى سهل ان هو يخترق، لان طبعا الشريان بيبقى موجود في منطقة عميقة عن الوريد، عشان كده السمول جوج نيدل بتبقى سهل ان هي توصل للارتري. وبنجمع الدم في اير فري هيبارينايز سيرنج، بمعنى ان احنا بعد ما بنحط الهيبارين داخل السرنجة بنتأكد ان هي اير فري ما فيهاش اي هواء، لازم نتاكد ان البيستون جاي على الاخر وما فيش اي هواء موجود في السرنج، لان من الايرورز اللي بتحصل اثناء تجميع العينه وهو وجود الاير بابل في البلاد سامبل. The contact of blood with air bubble cause increase of partial oxygen tension and decrease of partial carbon dioxide tension، لان الهواء بيحتوي على high concentration من البارشال اوكسجين تنشن ولو concentration من البارشال كاربون دايوكسيد تنشن،
عشان كده بنغير كمية الغازات في عينة الدم. عشان كده بعد ما بنجمع العينة بنعمل سيل سيرنج immediately after sample عشان نمنع أي contact between the air والبلاد الموجود في السرنج. عشان كده احنا قلنا عملية السامبلينج بتبقى مهمة جدا، بيتوقف عليها مدى دقة النتائج اللي بتطلع من تحليل الاي بي جي. زي ما هو باين في الصورة بنلاقي فيه اير بابل موجودة داخل السيرنج، وده طبعا من الاخطاء اللي بتحصل لان الاير بابل ديت بتغير تركيز الغازات الموجودة في الدم وبالتالي بتطلع نتائج مش مظبوطة. وزي ما احنا شايفين في الصورة المفروض ان احنا اول ما بنجمع عينة الدم على طول بنعمل كابينج او بنقفل الانبوبة بالغطاء الاضافي بحيث ان احنا نمنع اي كونتاكت ما بين الاير وما بين البلد. كمان من الحاجات المهمة هو ان العينة should be immediately analyzed or delivered to the laboratory for analysis. لازم نحلل العينة بسرعة في خلال 15 دقيقة، ولو تحليل العينة هيتأخر اكتر من 15 دقيقة بنحطها in ice bath. وبعد ما نحط العينة في الايس المفروض ان احنا بنقوم بتحليلها في خلال ساعة لساعتين، اكتر من كده العينة لا تصلح for blood gas analysis. اي تأخير في تحليل العينة بيؤدي الى changes في الريزلت، عشان كده احنا لازم نعرف what changes would be expected from delayed analysis of the sample. لو تم التأخر في تحليل العينة بيحصل اخطاء في النتائج او artifact because of metabolism of the cell in the blood، لان عينة الول بلود اللي احنا بنجمعها عشان نعمل تحليل الاي بي جي بتحتوي على red blood cells والwhite blood cells واللي بتبقى حية، عشان كده بتعمل cellular metabolism. والcellular metabolism will utilize oxygen and will produce lactic acid. عشان كده الـ pH بتقل وبتتحول للأسيديتي، وكمان البايكربونات بتقل. Using arterial blood gases to evaluate the acid-base balance. تحليل الـ ABG is primarily used to evaluate the acid-base disorder. بمعنى ان اهم وظيفة لتحليل الاي بي جي هو معرفة التغير في الحموضة والقلوية للدم اللي احنا بنسميها الاسيد بيز ديس اوردر. وانواع الاسيد بيز ديس اوردر may be metabolic disorder رقم 2 respiratory disorder or رقم 3 mixed disorders، بنلاقي فيه respiratory وميتابوليك ديس اوردر مجمعين مع بعض. وقبل ما نعمل interpretation لتحليل الاي بي جي في بعض النقاط المهمة جدا must be kept in mind، يعني لازم تفهمهم الاول عشان تفسر نتائج الاي بي جي صح وبكل سهوله وتعرف نوع الاسيد بيز ديس اوردر. اول نقطه وهي عباره عن low pH indicate acidosis، بمعنى لو نتائج البي اتش اقل من 7.35 بتبقى acidosis، بينما الهاي بي اتش indicate alkalosis، بمعنى لو نتائج الـ pH أعلى من 7.45 بتبقى الكالوزيس، وإحنا أحيانا بنسميها أسيدوزيس أو أسيديميا والكالوزيس أو الكاليميا. النقطة الثانية changes in partial carbon dioxide levels is indicative of respiratory problem، بمعنى لو اتغير الـ partial carbon dioxide عن الطبيعي معنى كده إن سبب الـ acid base disorder بتبقى مشكلة في التنفس اللي هي respiratory problem. While changes in bicarbonate is indicative of metabolic problem، بمعنى لو اتغير تركيز البايكربونات عن الطبيعي معنى كده ان سبب الاسيد بيز ديس اوردر بتبقى مشكله في الميتابوليك، بنسميها metabolic problem وبيكون فيها مشاكل في الكيدني. رقم 3 في اختصار او اكرونيم بنسميه رومي، ده اختصار respiratory opposite metabolic equal. دي قاعدة مهمة جدا لازم نحفظها لأنها هتساعد في فهم سبب الأسيد بيز ديسوردر. وبنفسر اختصار الرومي كالآتي: If pH and partial carbon dioxide tension move in opposite direction، بمعنى واحد حصل له إنكريز والتاني حصل له ديكريز عن الطبيعي، أو العكس واحد حصل له ديكريز والتاني حصل له إنكريز. مثلا لو قل الـ pH وزاد الـ partial carbon dioxide tension، أو زاد الـ pH وقل الـ partial carbon dioxide tension، يعني الاثنين عكس بعض أو opposite to each other. في الحالة دي الـ primary problem بتبقى respiratory، عشان كده المقطع الأول من الرومي اللي هو الـ RO respiratory opposite، يعني دايما الـ pH
والبارشال كربون دايكسايد تنشن بيبقى اوبوزيت تو ايتش اذر في حالة الريسبيراتري ديس اوردر. المقطع الثاني من الرومي وهو الـ ME. If both pH and bicarbonate concentration move in the same direction, بمعنى ان both are high or both are lower than normal. في الحالة دي بنسميها equal. بمعنى ان الـ pH L والبيكربونات L. او الـ pH زاد والبيكربونات زاد. في الحالة دي الـ primary problem بتبقى metabolic disturbance. علشان كده هنسميها metabolic equal، يعني في حالة metabolic disturbance بيبقى فيه equal direction ما بين الـ pH والـ bicarbonate. رقم 6 الـ uncompensated disorders. uncompensated معناها يوجد تغير في الـ acid base balance ولكن لم يتدخل الجسم بعد في تعديل أو تصحيح الـ disorder. عشان كده بنلاقي الـ bicarbonate remain normal for respiratory disorder. في حالة الريسبيراتوري ديس اوردر بنلاقي البارشال كربون دايكسيد هو اللي بيتغير بينما البايكربونات ثابت، معنى كده ان ما حصلش اي كومبنسيشن. كمان البارشال كربون دايكسيد ريمينز نورمال فور ميتابوليك ديس اوردر. في حالة الميتابوليك ديس اوردر البايكربونات هي اللي بتتغير ولكن البارشال كربون دايكسيد ريمينز نورمال. في الحالة دي بنسمي الحالة uncompensated metabolic or respiratory disorder. النقطة رقم 7 في حالة الـ acid base balance disorder بيحاول الجسم يصحح أو بيعمل compensation for the abnormal pH by attempting to correct it. علشان كده غالبا بيحصل correction للـ acid base disorder. النقطة رقم 8 في حالة الـ respiratory disorders compensation is done by the kidneys. الكلية هي المسؤولة عن الـ compensation في حالة الـ respiratory disorder. لان في حالة respiratory disorder جهاز التنفسي بيبقى فيه مشكلة، عشان كده ما بيقدرش يعمل compensation لنفسه، فاللي بيقوم بالcompensation هي الكيدنيز. وبتقوم الكيدنيز باتنين important mechanism. اول ميكانيزم بتعمل retain more bicarbonate in acidosis، عشان كده بتعمل increasing the blood bicarbonate level، لان bicarbonate colloid او alkaline، عشان كده الكيدني بتزوده عشان يعادل الاسيدوزيس اللي هي موجودة. الميكانيزم التانية الكيدني اكسكريت مور بايكربونات ان الكالوزيس، عشان كده بتعمل ديكريز اوف بلاد بايكربونات ليفل، لان طبعا الحالة عبارة عن الكالوزيس والبايكربونات بيبقى الكالين او كالوي، عشان كده الكيدني بتقلله عشان يقلل الالكالينيتي اللي سببها ريسبيراتوري ديس اوردر. النقطة رقم 9 في حالة الميتابوليك disorder the compensation is done by lungs، لأن في الحالة دي بتكون اللونج سليمة ومش هي سبب الأسيد بيز disorder. وبتقوم اللونج باتنين ميكانيزم. أول ميكانيزم بتعمل excrete الكربون دايكسيد in acidosis، وعشان كده بتؤدي إلى low partial carbon dioxide tension، لأن الكربون دايكسيد بيبقى حامضي والحالة عبارة عن acidosis، عشان كده اللونجز بتقلله عشان يقلل الاسيديتي. واللونجز بتقلل البارشال كربون دايكسيد من خلال زيادة سرعة التنفس اللي هي الانكريز ريسبيريشن ري، وبالتالي بتؤدي الى اكسبيلينج الكربون دايكسيد في الاكسبايرد اير، بتطلع كميات كبيرة من الكربون دايكسيد في الاكسبايرد اير اللي هو مع الزفير. الميكانيزم نمبر 2 lungs tries to retain carbon dioxide in alkalosis، وده بيؤدي الى high partial carbon dioxide tension، لان الحاله طبعا alkalosis فبيزود الكربون دايكسيد اللي هو اسيدك عشان يعادل ويصلح الالكالينيتي اللي موجود. واللنج بتعمل ده من خلال الديكريز فنتيليشن ري، واللي بيؤدي الى حجز كميه كبيره من الكربون دايكسيد، عشان كده البارشال كربون دايكسيد بيزيد في الدم وبالتالي بيعمل كومبنسيشن للالكالوزي. الانتربريتيشن ما هي الاي بي جي فاليوز ان اسيد بيز ديس اوردر. في الجدول ده هنتعرف على كل التغيرات لغازات الدم في كل الاسيد بيز ديس اوردر. اول ديس اوردر وهو الميتابوليك اسيدوزيس، في الحالة دي بنلاقي الـ pH أقل من 7.35، طالما أسيدوزيس يبقى الـ pH قليلة. ثانياً الميتابوليك يبقى التغير في البايكربونات، هتلاقي فيه ديكريز في البايكربونات بتبقى أقل من 22 اللي هو الحد الأدنى للنورمال فاليو، لأن زي ما قلنا البايكربونات
قلوي، عشان كده ما بيقل بيكون الأسيد هو البريدومينت وتبقى الحالة أسيدوزيس. وزي ما احنا شايفين there is equal direction of pH and bicarbonate اللي احنا قلنا عليها قبل كده الـ ME metabolic equal، يعني بتلاقي الـ pH والبيكربونات ماشيين في equal direction، الاثنين قلوا مع بعض. ولكن البارشل كاربون دايكسيد تنشن از نورمال من 35 ل 45، معنى ان كده ان مفيش اي كومبنسيشن، اللانجز ما عملتش اي كومبنسيشن، عشان كده البارشل كاربون دايكسيد تنشن نورمال، عشان كده بنسميها ان كومبنسيتد ميتابوليك اسيدوزيس. ديسوردر اللي بعد كده وهو الميتابوليك الكالوزيس. في الحاله دي طالما الكالوزيس يبقى البي اتش زايد اعلى من الحد الاقصى للطبيعي اللي هو 7.45 او 45، وطالما ميتابوليك يبقى التغير في البايكربونات، وهنا هنلاقي فيه زياده في البايكربونات اكتر من الحد الاقصى للطبيعي اكبر من 26 ملي مول بير لتر، وطالما البايكربونات زاد وهو قلوي يبقى الحاله الكالوزيس. وبالمثل بنلاقي البي اتش والبايكربونات ايكوال ان دايركشن، يعني الاثنين زادوا مع بعض، وده طبعا بيدينا انديكيشن ان الديسوردر ميتابوليك الكالوزيس. ولكن البارشال كاربون دايوكسيد از نورمال، وبالتالي لا يوجد اي كومبنسيشن من اللنج، عشان كده بنسمي الحاله ان كومبنسيتد ميتابوليك الكالوزيس. رقم 3 ريسبيراتوري اسيدوزيس، طالما اسيدوزيس يبقى البي اتش اقل من 7.35، وطالما ريسبيراتوري ديسوردر يبقى التغير في البارشال كاربون دايوكسيد تنشن، هنا بنلاقي في زياده في البارشال كاربون دايوكسيد اعلى من الحد الاقصى للطبيعي اعلى من 45، وطبعا الكربون دايوكسيد بيبقى حامضي فزيادته تؤدي الى الاسيدوزيس. وهنا بنلاحظ الاوبوزيت دايركشن بين البي اتش والبارشال كاربون دايوكسيد، زي ما قلنا قبل كده الار او معناها ريسبيراتوري اوبوزيت، لان بتلاقي في ديكريز في البي اتش بينما في زياده في البارشال كاربون دايوكسيد تنشن. فلازم دايما نفتكر القاعده اللي هي الرومي، اول حرفين ار او يعني ريسبيراتوري اوبوزيت، وبالتالي بتلاقي البي اتش دايما مخالف للبارشال كاربون دايوكسيد تنشن، بينما البايكربونات بتبقى نورمال، وعشان كده بنسمي الديس اوردر ان كومبنسيتد ريسبيراتوري اسيدوزيس، لان الكدني ما عملتش اي تغيير في البايكربونات. رقم 4 هو ريسبيراتوري الكالوزيس، هنلاقي في انكريز في البي اتش اعلى من الحد الاقصى للطبيعي اللي هو اعلى من 7.45، وطالما ديستربنس ريسبيراتوري يبقى تغير في البارشال كاربون دايوكسيد تنشن، هنا بنلاقي في ديكريز في البارشال كاربون دايوكسيد تنشن اقل من الطبيعي اللي هو اقل من 35، وزي ما قلنا الكربون دايوكسيد بيبقى حامضي، اما بيقل بيبقى فيه الكالينيتي اعلى من الاسيديتي، عشان كده الحاله بتبقى الكالوزيس. وبرده هنا بنلاحظ ان البي اتش والبارشال كاربون دايوكسيد موفز ان اوبوزيت دايركشن، بمعنى ان البي اتش بتبقى زايده ولكن البارشال كاربون دايوكسيد بيبقى قليل. وكمان هنا بنلاحظ عدم وجود اي تغيير في البايكربونات، لذلك بنسمي الحاله uncompensated respiratory alkalosis، الكدني ما عملتش اي تغيير في البايكربونات، وبالتالي بنسميها uncompensated respiratory alkalosis. في حاله الكومبنسيشن الكومبنسيتد ميتابوليك اسيدوزيس بنلاقي فيه ديكريز في البي اتش وكمان ديكريز في البايكربونات، وده زي ما شفناه في الجدول السابق بيدينا انديكيشن على الميتابوليك اسيدوزيس. ولكن لما بنركز على البارشال كاربون دايوكسيد تنشن بنلاقيه اقل من الطبيعي، معنى كده ان فيه كومبنسيشن من اللنج، اللنج بتحاول تقلل الكاربون دايوكسيد اللي هو حامضي عشان تقلل الاسيديتي، وعشان كده بنسمي الحاله كومبنسيتد ميتابوليك اسيدوزيس. في حاله الكومبنسيتد ميتابوليك الكالوزيس هنلاقي فيه زياده في البي اتش وزياده في البايكربونات، زي ما قلنا في الجدول السابق زياده البي اتش وزياده البايكربونات بيدينا انديكيشن على الميتابوليك الكالوزيس. ولكن لما بنعمل تشيك على البارشال كاربون دايوكسيد تنشن بنلاقي فيه زياده في مستوى البارشال كاربون دايوكسيد تنشن، وده بيدينا انديكيشن على الكومبنسيشن، لان الكربون دايوكسيد بيبقى حامضي واللنج بتزوده عشان يعادل الالكالينيتي اللي موجود، عشان كده بنسمي الحاله كومبنسيتد ميتابوليك الكالوزيس. الديستربنس اللي بعد كده وهي الكومبنسيتد ريسبيراتوري اسيدوزيس، في الحاله دي بنلاقي فيه ديكريز في البي اتش وزياده في البارشال كربون دايوكسيد تنشن، زي ما قلنا في الجدول السابق الاثنين عكس بعض
تدينا انديكيشن على ريسبيراتوري اسيدوزيس، ولكن هنا بنلاقي في تغيير في البايكربونات، يبقى في زياده في البايكربونات عن طريق الكدني، لان الكدني بتحاول تزود البايكربونات اللي هو قلوي عشان يعادل الاسيديتي اللي موجود، عشان كده بنسميها الكومبنسيتد ريسبيراتوري اسيدوزيس. اخر ديس اوردر وهو الكومبنسيتد ريسبيراتوري الكالوزيس، بنلاقي في زياده في البي اتش بينما يوجد ديكريز في البارشال كربون دايكسيد تنشن، وده طبعا انديكيت ريسبيراتوري الكالوزيس. وبالحاله دي بنلاقي ان الكدني بتعمل كومبنسيشن من خلال ان هي بتقلل البايكربونات، لان الحاله عباره عن الكالوزيس والبايكربونات بيبقى قلوي، عشان كده الكدني بتعمل له اكسكريشن لذلك بيقل، وبنسمي الحاله كومبنسيتد ريسبيراتوري الكالوزيس. وفي كل الحالات الموجوده في الجدول بنسميها بارشالي كومبنسيتد، لان لسه البي اتش مرجعش للطبيعي، عشان كده بنسميها بارشال، يعني الجسم بيعمل كوركشن لكن لم يتم الوصول الى المستوى الطبيعي. في حاله وصول البي اتش الى المستوى او النسب الطبيعيه بنسمي الحاله كومبليت كومبنسيتد ديس اوردرز. وبالتالي لازم نحفظ القواعد قبل ما نعمل انتربريتيشن تو اسيد بيز ديس اوردر، عشان نعمل تقييم صحيح لنتائج تحليل الاي بي جي او غازات الدم الشريان.